خلينا نتكلم قبل ما نتكلم طبعا عن الكره العالميه. اكيد كلنا بنتابع نادينا العظيم النادي الاهلي، ان شاء الله يوم السبت اللي جاي عنده مباراه مهمه جدا جدا مع فريق المريخ السوداني في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. حضراتكم عارفين وكلنا متابعين نادينا العظيم كان في هزيمه، انا بقول هزيمه يعني ممكن تكون جت في وقتها، هزيمه مفاجاه للنادي الاهلي امام سان داونز 1-0. والنتيجه ديت خلي بالكم زي ما بنقول دايما احنا عندنا ثقه كبيره جدا جدا في لعيبتنا، وعندنا يعني امال كبيره جدا على مستوى الحصول باذن الله على يعني العروس الافريقيه للمره الثالثه على التوالي والمره ال11 في تاريخ النادي الاهلي. اكيد كانت صدمه لجماهير النادي الاهلي هذه النتيجه اجماليا، ومحللين اتكلموا على المباراه ديت تكتيكيا وفنيا وكل حاجه. النادي الاهلي عمل مباراه جيده على المستوى الفني، مباراه جيده. ما ينقص النادي الاهلي كان احراز الاهداف، ودايما في مقوله عارفينها كلنا في كره القدم، انت بتضيع هتستقبل، وده اللي حصل في مباراه سان داونز والهزيمه 1-0. لكن النادي الاهلي زي ما عودنا دايما، ويمكن السيناريو ده اتكرر حتى في النسخه الماضيه، انه بيعود سريعا، وبيعود سريعا بعده محاور. اولا على المحور الفني بنتكلم على بيتسو موتسيماني، اكيد حي يأهل نفسه ويجهز أوراقه لمعركة يوم السبت أمام المريخ السوداني. على مستوى اللاعبين أكيد كمان متأكد إن كل اللاعبين، وده ظهر حتى في مباراة الدوري قد إيه هم يعني رجعوا بشكل أكتر من رائع برباعية كبيرة جدا في الدوري المصري، ولكن يبقى مباراة يوم السبت ليها حسابات خاصة. كمان على مستوى الإدارة، وده مهم جدا، على مستوى إدارة كرة القدم اللي بيرأسها كابتننا الكابتن الكبير محمود الخطيب، اللي دايما بيقوم بدور القائد. دايما كابتن محمود الخطيب بيعرف امتى بيتدخل في الوقت المناسب. على مر الفترات اللي فاتت في اوقات صعبه جدا كان بيمر بيها فريق النادي الاهلي بازمات، سريعا يتدخل الكابتن محمود الخطيب. اللي النهارده كان في زياره زي ما حضراتكم شايفين، كابتن محمود الخطيب بيزور لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني وبيقول كلمتين: ثقتنا فيكم بلا حدود. طبعا كابتن محمود الخطيب معروف انه بيتكلم قليل، ولكن كلام كابتن محمود الخطيب وجوده النهارده مع اللعيبه ومع الجهاز الفني زي ما حضراتكم شايفين يعني ليها رسائل كتيره جدا جدا. الرسائل واضحه وصريحه، في ثقه في لعيبتنا، في ثقه في جهازنا الفني. زياره كابتن محمود الخطيب كمان زي ما بقول في مناسبات قبل كده كان ليها اثر كبير ايجابي جدا جدا على الفريق وروح الفريق. النهارده كابتن محمود الخطيب بيقوم بدوره كقائد لمسيره النادي الاهلي، بيقوم بدوره كمان خلينا نتكلم يعني كابتن محمود الخطيب، وشفنا في صور كتيره جدا جدا التقارب والمحبه ما بين لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني لهذا الرمز والاسطوره لمصر وللنادي الاهلي كابتن محمود الخطيب في مواقف كتيره جدا جدا. شفنا الشناوي وبيدي كابتن محمود الخطيب الفانيلا بعد الفوز في البطوله الافريقيه، شفنا كابتن الخطيب بيتدخل في الوقت المناسب، وزي ما بقول لحضراتكم التدخل دوت تدخل في وقته باحساس اولا لاعب الكره، لان كابتن محمود لاعب كره عظيم ومر يعني بتجارب كتيره جدا وبيعرف امتى يتدخل في الوقت المناسب، وبيتكلم مع اللعيبه والجهاز الفني يعني باختصار شديد، بيديهم الثقه، بيقول النهارده الجهاز الفني واللعيبه احنا عندنا ثقه فيكم كبيره جدا جدا، واحنا كجماهير النادي الاهلي اكيد عندنا ثقه كبيره في لعيبتنا، ولكن مع الحذر. يعني بنقول السيناريو ده اتكرر السنه اللي فاتت، ولكن خلي بالكم المجموعه ديت مجموعه تشابكت. احنا في دلوقتي عندنا مباراه يمكن اقل من سان داونز واقل من الهلال السوداني يوم السبت اللي جاي، احنا في المركز الثالث بعد المريخ السوداني. طبعا سان داونز بسبع نقاط، طبعا المريخ باربع نقاط، والنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله عنده نقطه واحده، لكن مباراه مهمه جدا جدا في تاريخ هذه البطوله. زي ما بيكون في مباريات كتيره جدا قلنا انها مباريات، ان شاء الله النادي الاهلي يكسب هذه المباراه وتبقى المباريات القادمه باذن الله ما بين ايدينا، في ايدينا بعيد عن الحسابات الاخرى. وزي ما بقول لكم مباراه مهمه جدا، وعلق كمان يعني المدير الفني الانجليزي لفريق المريخ السوداني كلارك المدير الفني، وقال ما زالت المجموعه متشابكه، لسه احنا كمان عندنا بعض الامال للوصول. المجموعه بقت معقده بشكل كبير جدا،
ولكن الفرصة قائمة لكل الأندية الأربعة للتأهل للدور الثمانية. كمان قال إن النادي الأهلي أكيد من أكبر الأندية في أفريقيا، عنده لاعبين على مستوى فني كبير جدا، كمان عنده مدير فني رائع بيسو موتسماني، وعلينا أو على طبعا الفريق المريخ السوداني إن هو يشتغل على دوت، ولازم يحقق نتيجة إيجابية قدام النادي الأهلي ليه يعني زيادة الفرص لصعود لدور الثمانية. وقال إنه بيجيد كمان يعني التخطيط للمباريات الكبيرة، وكمان هو أكيد هيضع التشكيلة المناسبة لتحديات النادي الأهلي اللي هو أكبر نادي في أفريقيا. كمان كلارك أشاد جدا 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 بأليو ديانج، وقال إن أليو ديانج من أفضل لاعيبة وسط الملعب في أفريقيا، وإنه كمان مؤهل إنه يلعب في الدوري الإنجليزي بسهولة. كمان اتكلم إن إحنا عندنا خط قوي جدا، الخط الهجومي اتكلم بصراحة بشكل أكتر من الرائع، ولكن خلي بالنا هو الراجل بيتكلم يعني بيقول النادي الأهلي أكبر الأندية الأفريقية و كلنا عارفين دوت، ولكن يبقى التركيز على هذه المباراة. طبعا الجهاز الفني بيقوم بدوره، كابتن سيد عبد الحفيظ بيقوم بدوره على أكمل وجه، كمان اللعيبة واللي شفناه في مباراة الدوري الأخيرة هذه الروح والإصرار من بداية المباراة. تاني بقول لو عندك أي فرصة للتسجيل مبكرا اغتنم الفرصة، احنا مشكلتنا في سان داونز او في مباراه سان داونز جات لنا فرص كتيره جدا وما قدرناش نحقق هدف، ويمكن هجمتين قدر الفريق جنوب الافريقي انه يحرز هدف. فده المطلوب من لعيبه النادي الاهلي، تركيز عالي جدا 90 دقيقه، لو جالك فرصه وجالك فرصه للتهديف لازم تسجل، وتسجل واحد والتاني باللعب كمان فرقه محترمه على مستوى عالي، وبالتالي ان شاء الله باذن الله تركيزنا يعني ان شاء الله يكون في اعلى مستوياته. إن شاء الله كمان التوفيق ربنا مهم جدا إن يكون مع النادي الأهلي بإذن الله، ليه يعني خطوة للحلم الكبير وال11 والثالثة الأفريقية على التوالي بإذن الله في دولاب النادي الأهلي.